بيقولوا الحياة بلا موسيقى خطأ فادح، كما أنها تغسل الروح من أوساخ الحياة اليومية. كثير من الأشخاص بتسحرهم الموسيقى، وخاصة الناي. هي الناي أو الآلة اللي معروفة أو مرتبطة بالشجن والحزن، رح نتعرف أكثر عليها. صحيح، وفي قصيدة بتقول: يا عازف الناي صوت الناي أشجاني، يعني هيدا دائما بنسمعها. قل أنت بيتا وخذ من آهاتي الثاني، يوم معنا بصباحنا غير، موهبة يمكن رح تقدم لنا هذا الناي اللي هيك بدينا فيه بهيدا القصيدة. رح تقدم لنا الناي مو بس بحزنه، وأيضا الناي رغم صوته هذا الحنون، ولكن أكيد فيه مساحة من الحب من الحنان ومن الفرح. رح نحكي أكثر مع العازف عماد أنطوني. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباحك أهلا وسهلا. أهلا فيكم عماد. خلينا نبدأ من سؤال من فكرة طرحناها بالمقدمة، أنه الناي مرتبط بموضوع الحزن والشجن، كيف بتلاقي أهل هالآلة؟ هلأ ما فينا نحن نربط آلة بشعور معين، لأنه كل آلة فينا نعزف عليها حزن، هي بتعبر عن اللي بداخل الموسيقي إذا عم يقسم على مقام معين. فينا نحن نربط المقام بحزن، مثلا نحن مقام الصبا على الناي أو على أي آلة هو بيعطي مود حزن أو هذا الشيء اللي بقلب العازف اللي عم يعزف. فما فينا نربط آلة بحزن، ممكن الناي رابطينه بحزن على البحة الموجودة فيه، على النوع النغمة اللي بتطلع منه بيعزفه أكتر. نعم. فما فينا نربط كآلة مع شعور معين، ما فينا، لأنه كل الآلات فينا نعزف عليها فرح وفينا نعزف عليها حزن، ترجع للعازف وطبيعته. صحيح. يعني والشعور اللي حاسس فيه. تمام، يعني أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود. خلينا نسمع شيء. سمعكم شيء حجاز. تفضل. أكيد أنطوني، اللي بيسمع هذا العزف ما في ما يشرد بالنايب، خصوصا لما أسمع ما فيني غير ما أفكر وأسمع يمكن بكل جوارحي. خلينا نحكي عن بدايتك مع هاي الآلة، أيمت كانت أكاديميا كيف نميت هاي الموهبة؟ هلأ أنا بصراحة النهاية كانت مع الناي، البداية كانت من سنين، يعني من زمان كتير. بلشت عود، درست أكاديمي تقريبا فترة 3 سنين. بعدين انتقلت من العود للإيقاع الشرقي مع الأستاذ علي أحمد. بعدين ظليت إيقاع فترة منيحة. بعدين عزفت، شاركت بالكنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بلدة عرطوز ترومبيت. وآخر شيء كان ختامها مسك مثل ما بيقولوا ناي. فالناي بصراحة أنا تعلمته لحالي، يعني بلشت فيه كنت عم سماعي ولحالي. كنت عم شوف فيديوهات للفنان ماهر العلي، هو عازف ناي، فالإحساس تبعه شدني كتير. اشتريت ناي وبلشت أتعلم لحالي فترة أسبوع أنا منعزل عن العالم. وشوي شوي شكلنا فرقة أنا ورفقاتي عازفين هنا، وبلشنا نقوى شوي شوي من بعض لوصلنا لهي المرحلة، يعني الحمد لله. يعني يا عماد، الموسيقى هي غذاء الروح. يمكن انت مو بس علاقتك مرتبطه مع الناي، كان اخر شيء كانت العلاقه الاخيره مع الناي، ولكن علاقات متعدده مع الالات الموسيقيه. لو وصلت لبعد هذا الزخم للناي اللي هو مرتبط بتراثنا، مرتبط بعاداتنا. الناي، بس نقول كلمه ناي دغري بنتجه للشرق، وسحر الشرق له طابع خاص. ليش كان ختامك مع الناي وشو اللي حببك فيه؟ اللي حببني فيه اول شيء طريقه العزف. عم اقول لك انا كنت عم بسمع كثير، انشد بيت للعزف اول شيء.
وثاني شيء حسيت انه الاله عم بقدر اعبر على اللي جواتي فيها اكثر اله قدرت اعبر فيها يعني بكل الاشكال يعني باي مود كنت فيه عم بقدر طلع حلو وانشديت لها للاله بشكل رهيب اول شيء وثاني شيء بتعبر عن تراثنا السوري صحيح واله يعني جميله والاله اللي بيعزفوا منها وخاصة بعصر ما عاد ترجع لهدوليك خلاص لا طبعا الكل شغال بس هلا اكثر شيء ناي وايقاع حلو انطون قبل ما نسمع منك شيء ثاني شيء فرح لان بدنا نكسر هي الصوره النمطيه عن الناي انه دائما مرتبط بالشجن او بالحزن خلينا نحكي عن فكره انت طرحتها انه انا شفت فيديوهات وتعلمت لحالي تماما بطريقه برايك اليوم الموسيقي قادر يطبق هي الفكره يعني احنا استفدنا من السوشيال ميديا ومن التقنيات وتعلمنا لحالنا تماما بيقدر يطبقها اذا كان اول شيء عنده يكون عنده خلق كثير واسع لانه بده وقت يعني بده كثير وقت لحتى يقدر يتعلم الواحد ثاني شيء يكون عنده يكون واحد اصرار وتصميم على هاي الفكره لحتى يقدر يساويها ويكون عنده اذن مطلقه لحتى يقدر هو يلقط غنيه اذا بده يعزف سماعي يعني مو كل شخص بيقدر يعزف سماعي فبده يكون عنده الاذن المطلقه اللي يقدر يسمع غنيه دغري يقدر يعزفها شوي صعب بس كثير يعني يمكن دراستك الاكاديميه ساعدتك طبعا طبعا كثير ساعدتني لانه عندي اساس نوطه ومنه طلعت يمكن مزبوط مثل ما قلتي يا نيرمين يمكن دائما الدراسة هي بتقوي الشخص ولكن الأذن الموسيقية أو الأذن الذواقة للموسيقى هي اللي بتلقط اللحن مثل العين وقت أنت بتشوفي أي هيك شيء بتتخيلي تصميم حلو فبيطلع حلو على اللبس وعلى ياس من بعد يا من بعد اللي سمعناها يا اسمر اللون الاسمراني يلا سمعنا شيء ثاني لفريد الاطرش لكتب اوراق الشجر يسلم هالأنامل تسلمي خلينا نحكي كمان عن فكرة كل آلة يمكن إلى مواصفات معينة يا ترى آلة الناي بالذات شو المواصفات اليوم لازم تكون متواجدة بالشخص لحتى يقدر يعزف عليها أول شيء بعد عن الدخان والرصاص لأنه آلة نفية يعني بده يكون عنده هواء عنده هواء تماما كتير رايق لأنه آلة رايقة يعني ما فينا نعزف مثلا ناي مع أغاني كثير مطقطع او صار يمكن حتى بده يكون جنب آلات معينة طبعا حصرة. يعني هلا الناي بده يكون معه مثلا عود بزق بيانو عم يعطي كوردات قصص كثير بيطلع غير بتفرق كفكرة يعني الآلة اهم شيء انه يكون الواحد خالي من يرافقه يمكن شو قصة الحب والشغف اللي بده يكون مع الآلة دائما بيقول لك العازف كان فرحان يمكن بيعزف كان متضايق بيعزف هلا هي العلاقة مو بس مع الناي كل العازف له علاقة مع آلته لانه يعني بيصير بدل ما هو يعصب مثلا يزعل يصير معه شيء فش خلقه شيء غلط لا بيعزف بيطلع التعصيب او الشيء البشع اللي جواته بيطلعه بعزف حلو ففي علاقه يعني علاقه حب واكثر يعني جميلة هيدا العلاقة جميلة علاقة الحب بالآلة الموسيقية لأنه يمكن هيدا الآلة هي اللي بتمنحه السعادة ما بتسبب له أي إزعاج إذا كان مزعوج يمكن هي بتخفف عنه خلينا نحكي أنه كتير من العازفين والأصوات الشابة دخلت بمجال شعارات المسلسلات ولأي حد بتلاقيها انه هيدا فرصة ذهبية للانطلاق كونك موهبة ما رح نقول موهبة حديثة لا انت حدا صرت يمكن مع الاختلاط مع الآلات حدا يعني عاشر الآلات الموسيقية ووصل لهيدا المرحلة ولكن ناقصته الفرصة ليظهر خلينا نحكي عنها هلأ هي فكرة كتير حلوة انه يطلع الواحد يبرز موهبته
كشارات مسلسل، وهلا كمان عندنا السوشيال ميديا هو صح. كمان كثير عم يساعد لحتى يقدر الواحد يبرز اذا ما في امكانيات ماديه ما في كذا، عم يعمل على السوشيال ميديا ان كان فيسبوك يوتيوب انستغرام، عم يعمل وعم يطرح حاله وعم ينشهر. كثير شيء حلو لانه في ناس ما قدرانه تبرز حالها وعندها مواهب ما قدرانه تتعلم هاي القصه، فكثير شيء حلو. يعني عماد كونه حكيت عن التعلم وبنعرف عم تعلم هلا يمكن اطفال على عزف عنا، خلينا نحكي عن هي الفكره من عازف اليوم لاستاذ عم يعلم هاي الاله. تمام، هلا الاقبال اول شيء شوي خفيف لانه هلا 90% من الاولاد يعني من عمر مثلا بدك تيجي من 3 سنين وانت طالعه ما في ولد مثلا قاعد لعب ولا قاعد شيء، كله على الانترنت اللي هو هذا للاسف يعني عم يروح طفوله الولد اذا كان شيلك عن الموسيقى. كتعليم يعني انا قصدك تعليم شو؟ تعليم بتلاقي استقبالهم او طريقه تعاملهم مع هاي الاله عم تكون مثل ما بيقول احنا الواحد اذا في فكره انه لما بده يتعلم موسيقى من وقت صغير او من سن صغيره صحيح. فبتلاقي تقبلهم لهي الاله او المعلومات عم يكون اسلس طبعا لانه يعني الموسيقى بحر هي مثلها يعني اصعب من العلم بصراحه، لانه بدك تبلشي من انت وصغيره حتى تقدري تتقني الاله، تقدري تفوتي بمجال مقامات تتوسعي فيهم، فلازم الواحد يبلش من صغير. في شويه صعوبه ببلش فيها الواحد وببلشوا يملوا على التدريب وهيك انه لانه ما دغري بفوتوا بمجال اغاني ايه، وبعدين لا بيمشي حالهم وكثير في اقبال على الاله. يعني حابين نسمع هيك قبل الختام مقطوعه ختاميه هيك منك عن طريق الناي، يا ريت جايب لنا آلة ثانيه كنا هيك شوي نقلنا من هون لهون، خلينا نسمع الناي. شكرا كثير لك عماد واكيد كل التوفيق لك. تسلمي يا رب، كلكم ذوق، شكرًا على الاضافه الحلوه. بدنا نشكرك عماد انطون، ان شاء الله يا رب هيك بتحقق يلي ببالك، ان شاء الله هيدي ما رح نقول لك فقط الموهبه، ان شاء الله هذا الطموح يلي انت عم تسعى له للانتشار يكبر ويكبر اكيد لك ولجميع الشباب يلي حابه تكون تنشهر وهذا حقها وتنتشر ايضا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا لدعوتكم الحلوه.